انا واحد من الناس شفت ناس هنا او قابلت عيان مثلا موجود من سنه 73 ولحد النهارده العيان ده موجود. البني ادم اللي قضى عمره جوه المستشفى هل ده يرضي ربنا؟ في وصمه ضد المرض النفسي، الناس ما بتبقاش حابه المرض النفسي او بتستقبله على ان هو حاجه مشينه او حاجه مش مقبوله مجتمعا. في واحد عنده فصام، في واحد عنده يعني هي امراض، مفيش حاجه اسمها جنون. السرايا الصفراء او سرايا المجاذيب دي كلها توارث من اجيال ورا اجيال ورا اجيال. مين فينا جات له وقت ما كانش عارف ينام او شهيته الاكل انعدمت؟ في اجراءات القانون عملها عشان يضمن حقك حتى وانت محتاج الحجز الالزامي. يعني عيان جاي لي بيقول انا بسمع اصوات فبدي له دواء. فالفرق بين الطبيب النفسي والطبيب النفسي الشرعي ان الطبيب النفسي الشرعي هو طبيب نفسي محقق. لما العيان بيقول لي انا عندي هلاوس لازم اثبت ان الهلاوس دي موجوده. قراري انا كطبيب نفسي شرعي هيترتب عليه ان الشخص ده ياخد براءه، ياخد اعدام. المستشفى ليست مكان اقامه دائم. لو بتكلم مهنيا وبروفيشنالي العيان ممكن اخرجه، بس كبني ادم هخرجه يعمل فيه يعني. انا ما بطبقش القانون بحذافيره والله خوفا عليهم. انا نفسي ان المجتمع بتاعنا يبقى اكتر رحمه بالمرضى النفسيين. احنا في مشكله بتقابلنا في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. في حاجه عندنا بنسميها الاستيجما اجينست المنتال إلنس او الوصمه ضد المرض النفسي. احنا كمجتمع شرقي تحديدا وفي العالم عموما في وصمه ضد المرض النفسي. الناس ما بتبقاش حابه المرض النفسي او بتستقبله على ان هو حاجه مشينه او حاجه مش مقبوله مجتمعا. دي استيجما موجوده طبعا ساعد عليها الميديا. لو انت حضرتك تفتكر ايام زمان افلام اسماعيل ياسين، افلام عادل امام، لما كانت بتظهر المرض النفسي في صوره الجنون، ان الشخص ده مجنون وان هو بيشد شعره وان هو بيعمل مش يعني، دي حاجات كلها الاعلام ساهم في ده في فتره من الفترات. هو دلوقتي ده تم تداركه. لو انت خدت بالك في الفتره الاخيره مثلا كان في فيلم بتاع احمد حلمي لما كان هو عنده سكيزوفرينيا وكان عايش حياه متلخبطه شو يعني. بص الميديا هنا او الاعلام هنا طلع صوره الاضطراب النفسي في صوره عامله ازاي، الناس رافضاها وبتهرب منها، انما في الشكل الجديد خلى الناس تبقى متعاطفه مع المريض لان المرض ده زي اي مرض، ابتلاء زي اي ابتلاء. اللي عنده سكر، اللي عنده ضغط، اللي عنده جلطه، ما هو ده ابتلاء من ربنا. فالمرض النفسي زي دوت. فالميديا ساهمت كتير قوي في تشويه سمعه المرض النفسي وخلت الناس ما تبقاش متقبله. عشان كده مستشفى المجانين هو ما فيش حاجه في يعني لو احنا بصينا في الاي سي دي 10 او في دي اس ام 4 اللي هي المعجمات العالميه للطب النفسي، ما فيش حاجه اسمها جنون. هي امراض. في واحد عنده اكتئاب، في واحد عنده اضطراب وجداني، في واحد عنده فصام، في واحد عنده يعني هي امراض، ما فيش حاجه اسمها جنون. الجنون دي او اللي هم بيسموه السرايا الصفراء أو سراية المجاذيب دي كلها توارث من أجيال ورا أجيال ورا أجيال، في الآخر بيؤدي إنه بيزيد الوصمة ضد المرض النفسي. إنما لو إحنا عايزين نعالج الوصمة أتمنى إن ظروف الاحترازية دي تنتهي أو ربنا يعفو عننا في الوقت الراهن اللي إحنا فيه، والناس تتفضل بزيارتنا في أي وقت وتشوف. دي نقطة. النقطة الثانية إن الإعلام زي ما قلت لحضرتك لازم يغير منظوره للمرض النفسي. الحاجة الثالثة، مين فينا ما مرش في لحظة كان مضغوط أو متضايق؟ مين فينا مهما كنت انت بني ادم ذو منصب او ذو شأن او ربنا انعم عليك بنعمه المال، او مين فينا ما جاتلوش لحظه كان متضايق ومكتئب؟ مين فينا جاتله وقت ما كانش عارف ينام او شهيته الاكل انعدمت؟ مين فينا ما جالوش وقت تفكيره اتلخبط وكان عصبي وبيحكم بحده؟ ما هي كل دي اعراض نفسيه. ففكره الامراض النفسيه هي امراض منتشره في مجتمعنا كله، ومش بس عندنا، ده في العالم كله. مستشفى العباسيه للصحه النفسيه دي اللي انا شرفت ان انا مدير عام ليها من بقالي سنه ونص تقريبا او اكتر، مش حاجه بسيطه، هي اكبر واقدم مؤسسات طب نفسي انا اعتقد في العالم من قديم الازل. المستشفى دي بتخدم القاهره الكبرى، القاهره والجيزه والقليوبيه. احنا عندنا جوه الساعه بتاعتنا بعد ما قللنا السراير عشان الاجراءات الاحترازيه احنا دلوقتي عندنا 1800 عيان. الاوت بيشنت كلينيك بتاعتنا او العياده الخارجيه بنشوف في اليوم من 300 ل 500 عيان كل يوم. تقدم خدمه متنوعه، انت عندك وحده ادمان، علاج ادمان،
والادمان ده يشمل ادمان المخدرات العادي والتشخيص بتاع التزويج، التشخيص المزدوج. في ناس لما بياخدوا مخدرات بيخش عندهم بيجي لهم اعراض ذهنيه، فبنشخصهم حاجه اسمها دراج انديوس سايكوزس او الاعراض الذهنيه الناتجه عن تعاطي مواد مخدره. فالادمان ده بيعالج ادمان وبيعالج ديوال دياجنوز اللي هو التشخيص المزدوج ده. في الادمان في عندك وحده طب نفسي اطفال، في عندك وحده مراهقين، في عندك واحه دي اللي هي حاجه تبع الدعم النفسي اللي بتعمله الامانه العامه للصحه النفسيه اللي هو البوست تروماتيك ستريس اوردر او رهاب ما بعد الصدمه. اي حد بيمر في تجربه او يعني مثلا حد لا قدر الله حصلت حادثه عنيفه او فقد حد عزيز عليه فبيتولد لدي اعراض اللي هو البي اس تي دي اللي احنا بنسميها، واحه متخصصه في ده. عندنا كمان الطب النفسي الشرعي وده اللي احنا منفردين بيه، ويمكن انا شرفت ان انا اسست الطب النفسي الشرعي دوت من سنه 2006. انا كنت مدير اداره الطب النفسي الشرعي في المجلس الاقليمي للصحه النفسيه، فاحنا عملنا ده من 2006. فاحنا عندنا طب نفسي شرعي، ادمان، اطفال، مسنين، عندنا قسم للمسنين الجيرياتريك الاولد ايج الناس المسنه، عندنا اقسام ذوي الاحتياجات الخاصه، عند كل خدمات الطب النفسي بتقدم هنا في المستشفى. عندنا اجهزه رسم المخ، عندنا علاج بالصدمات الصدمات الكهربائيه، عندنا اجهزه اشعه، عندنا كل حاجه الحمد لله متوفره في المستشفى تخدم مجال الصحه النفسيه. كل الدخول عندنا هنا في المستشفى بياخد شكل من ثلاثه، يا اما دخول طوعي ان العيان بيجي بنفسه وبيكشف في العياده الخارجيه وبيقول لي ان انا متضايق او ان انا تعبان او ان انا مكتئب وان انا حالتي النفسيه مش كويسه وارغب، يعني بنكشف عليه وبنقول له ان انت محتاج تخش تتحجز وان هو يوافق على ده. ده اللي احنا بنسميه الدخول الطوعي، وساعتها العيان بيمضي على نفسه ان هو عايز يخش. وخلي بالك ان العيان اللي داخل دخول طوعي ده من حقه في اي وقت ان هو يجي يقول لي، يعني مثلا لو قعد يوم او اتنين او تلاته حتى لو ما استقرتش حالته يقول لي انا عايز اخرج، فاحنا ساعتها بنقول له انت حالتك محتاجه لسه تقعد، يقول لي لا، فبنمضيه ان هو بيخرج ضد النصح الطبي بيخرج بنفسه. فالدخول الطوعي ده بيخش بارادته وبيخرج بارادته. دي اول نوع من انواع الدخول. النوع الثاني اللي حضرتك بقى بتتكلم عليه اللي احنا بنسميه الدخول الالزامي. ايه الدخول الالزامي ده؟ في القانون نص فيما معناه يعني انه هذا العيان او هذا المريض يمثل خطورة على نفسه أو الآخرين أو يخطر أو يشكل خطورة على النظام والأمن العام. يعني مثلا واحدة عندها اكتئاب شديد وعايزة ترمي نفسها من البلكونة، ما أقدرش أسيبها برا لأنها هتأذي نفسها. أو واحد عنده ضلالات ضد أبوه أو أمه، الدخول الإلزامي ده بقى بيخش من غير إرادته، عشان كده بنسميه دخول إلزامي. بس ما أنا ليس لي السلطة المطلقة إن أنا أروح أجيبه. القانون نظم ده، نظم ده إزاي؟ إن هو شكل ناس مختصة بما فيهم طبيب الوحدة المحلية بتاعته أو النيابة العامة أو أمر قضائي. ليه؟ لأن القانون هيعالجه إلزاميا بس بما يحفظ حق هذا الشخص. يعني أنت شاربي لأنك تعبان ومريض ولازم تخش مستشفى، أنا موافق، بس أنا بقى مش هروح أجيبك وبالعافية ويدخلك خالص. في إجراءات القانون عملها عشان يضمن حقك حتى وأنت محتاج الحجز الإلزامي. فالمفروض أن الأهلية بتروح اسم الشرطة التابع ليه وبتعمل محضر بتقول ان انا ابني عنده مرض نفسي، والمحضر ده بيتعرض على النيابه العامه، والنيابه العامه بتتاكد من صحه المعلومه ديت، وبعد كده بيطلعوا قرار بعلاجه الزاميا. فالنيابه هي اللي بتجيب الشخص لحد عندي او الاهليه اللي بتجيبه، انما احنا سلطتنا لا تتجاوز ده، يعني احنا سلطتنا لحد السور بتاع المستشفى. العلاج بالصدمات الكهربائيه هو من انجح انواع العلاج و اكتر علاج يعني الادويه الثانيه ممكن يبقى ليها اعراض جانبيه، واخد بالك ازاي؟ انما العلاج بالصدمات الكهربائيه ما فيش اي اعراض جانبيه. هي بس المشكله ان الناس متخيله انه العلاج بالصدمات الكهربائيه ده حاجه كوسيله تعذيب، يعني انت بتعذب العيان فبتجيبه تكهربه. نو اتس نوت، مش دي الحقيقه. هي الفكره احنا حتى في بعض الكتب، يعني مثلا استاذنا الدكتور يحيى الرخاوي ما كانش بيسميه، ما بيقولكش صدمات كهربائيه، بيقول لك تنظيم ايقاع المخ. هي الفكره ان المخ ده بيشتغل بموجات كهربائيه، ففي اوقات بيبقى في نوع من انواع الخلل في هذه الموجات الكهربائيه. فايه اللي بيحصل؟ ان انت بتمرر تيار كهربائي بسيط جدا في خلايا المخ عشان تظبط الايقاع بتاع الكهرباء. فولت ده حاجه ما تتحسش بيها، يعني انت عارف الكهرباء بتاعت البطن، خليني اشرح لك يعني عشان الناس نقرب للناس. عارف في فرق ان انت تحط ايدك في فيشه الكهرباء فتتكهرب، وفي فرق الكهرباء بتاعت البطاريه. عارف البطاريه بتاعت هي دي لما بتكهربك ما بتحسش بيها. انت واخد بالك ازاي؟ فالجهاز ده بيطلع شحنه بسيطه جدا جدا
العيان مش بيحس بيها. ريستارت، هي دي الريستارت، انك تدي سنة كهرباء فيفصل ويشتغل من اول تاني. واخد بالك؟ هل معناته ان اللابتوب لما عمل ريستارت طفى وقام ان هو بيتعذب او ان هو فيه دامج حصل او في ضرر حصل؟ لا خالص، هو بيعيد حسابة نفسه. وبعدين بتتاخد ببنج كلي، يعني العيان بيبقى سيديتد واخد بنج نايم، بياخد الجلسة ما بتاخدش اكتر من 30 ثانية او 20 ثانية وبيفوق، ما بيبقاش في اي مشكلة خالص. فالعلاج بصدمات، وطبعا خلي بالك ان الصدمات الكهربائية دي، انت 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 كنت بتقول لي ايه كرسي الكهرباء، هو ده الدارج عند المجتمع. لا، هو مش كرسي، اتس يونت، هي واحده في عندنا مقسمه الى ثلاث اقسام. وخلي بالك ان ليها معايير، يعني لا يمكن يتم ترخيص مستشفى او مؤسسه فيها اي سي تي او فيها علاج صدمات كهربائيه من غير ما تبقى مطابقه للمعايير. المعايير دي لازم في غرفه انتظار، وفي الغرفه اللي بيتعمل فيها الجلسه، وبعد كده في غرفه الافاق. مش كهرباء، مش فكره ان انت العيان بيحط ايده في الكهرباء اللي هي الكهرباء بتاعه البيت ديت، او لا خالص، ده جهاز محترم على درجة عالية جدا من الدقة. العيان مش بيحس بحاجة، العيان بيبقى سيديتد واخد مخدر علشان ما يحسش بحاجة، مفيش أي ألم، وبيفوق بيجيب نتيجة كويسة قوي. قبل أنا مسافر إنجلترا كان بيتم إدارة الطب النفسي ديت الشرعي out of general psychiatry، يعني كطب نفسي عادي. فكان الأول اللي بيحصل إيه؟ انه مثلا قاضي في عنده متهم وهو شاكك ان العيان ده مش متزن، فكان يطلع لك جواب يقول لك ايه، حكمت المحكمه ان المتهم ده يروح مستشفى العباسيه، وانه مدير مستشفى العباسيه ينتدب لجنه من ثلاث اطباء يكتبوا تقرير عن حالته ويحددوا المسؤوليه الجنائيه. يعني لما عمل الواقعه دي، هل هو كان واعي لنفسه وبالتالي يقام عليه الحد، ولا هو مش واعي فما نقيمش عليه الحد، المحكمه ما تحكمش عليه. يديروا الطب النفسي الشرعي كطب نفسي عادي. طبعا ده بره في اوروبا وامريكا مش صحيح، لان الطب النفسي الشرعي يفرق خالص عن الطب النفسي العادي. ليه؟ لان الطبيب النفسي الشرعي هو طبيب نفسي محقق. يعني انا في عيادتي او هنا لما عيان بيجي يقول لي انا بشوف ضلاله هلاوس سمعيه، او بسمع هلاوس سمعيه، او بشوف هلاوس بصريه، باخد كلامه فور جرانت. يعني عيان جاي لي بيقول انا بسمع اصوات فبديله دواء. انما في الشرعي مش كده. في الشرعي ممكن يكون بيقول كده علشان يهرب من المسؤوليه الجنائيه وبالتالي ياخد براءه من القضيه بتاعته. فالفرق بين الطبيب النفسي والطبيب النفسي الشرعي ان الطبيب النفسي الشرعي هو طبيب نفسي محقق. لما العيان بيقول لي انا عندي هلاوس لازم اثبت ان الهلاوس دي موجوده. لما يقول ان انا عندي ضلالات لازم اثبت ان الضلالات دي موجوده. ولما تبقى الهلاوس او ضلالات موجوده فرضا مثلا لازم اقيس هي كميتها قد ايه، وهل الكميه دي كفيله انها تؤثر على قدرته على الادراك والتمييز والشعور. شغل الطب النفسي الشرعي لما اتعلمت في انجلترا كان ليهم جولدن رول كده، او قاعده ذهبيه، بيقول لك ايه، اتس ان ايفيدنس بيس سيرفيس، يعني هي خدمه مبنيه على دلائل وقرار قرائن. ليه؟ لان انا لما اقول ان هو عيان وغير مسؤول هياخد براءه، ولو قلت ان هو مش عيان هياخد اعدام. فقراري انا كطبيب نفسي شرعي هيترتب عليه ان الشخص ده ياخد براءه ياخد اعدام. فما ينفعش يبقى قرارك اوت اوف نابع من احساسك او نابع من تصورك. لا لا لا، ده ما ينف... يعني انت القرار ده هيترتب عليه حياه بني ادم، فلازم يبقى مثبت بدلائل وبقرائن، لان هيترتب عليه تبعات كبيره. فده شغل الطب النفسي الشرعي. انت بتكلمني، ده هيخليني نرجع لسؤالنا الاولاني، الطب النفسي التمانية غرب. التمانية غرب ده كان الاسم القديم اللي كان بيتحط فيه العيانين دول، وكانوا دكاتره عاديين بيشوفوهم ويكتبوا تقرير، والموضوع يبقى طبعا ما كانش بيبقى على هذا القدر من الدقه. لحد الحمد لله انا ما سافرت او اختاروني ان انا سافرت انجلترا وقعدت اتعلمت هناك في لندن الطب النفسي الشرعي، وجينا بعد كده اسسنا هنا حاجه اسمها اداره الطب النفسي الشرعي. ففكره 8 غرب اللي انت بتتكلم عليها ده الاسم القديم. الاسم الجديد دلوقتي اداره الطب النفسي الشرعي في مستشفى العباسيه، او وحده الطب النفسي الشرعي في مستشفى العباسيه للصحه النفسيه. الاقسام عندنا مسماه بالارقام، يعني مثلا هتلاقي اسم 30، اسم 28، اسم اول علوي. يعني مثلا لو اسمين فوق بعض، فمثلا اول علوي اول سفلي، في زي انت كنت تقول 8 غرب اللي هو الاسم القديم. فالاسماء عندنا بالارقام، ما عندناش، لان انا لو سميت بمدعي النبوه والكلام ده انت كده بتزود الوصمه يعني. فلا، ما عندناش كده خالص. الاقسام كلها مرقمه مش اكتر. انا واحد من الناس، شفت ناس هنا او قابلت عيان مثلا موجود من سنه 73. عارف يعني ايه 73؟ يعني انا مواليد 70، يعني انا كان عندي 3 سنين لما العيان ده دخل هنا.
ولحد النهارده العيان ده موجود. سؤالي لأهلية العيان ده من غير ما نقول اسماء عشان السريه، ومن غير من انا مش بأدين حد والله، ولا بهاجم حد ولا بتهم حد، بس انت يجيلك قلب ان مامتك او باباك او اخوك او اختك يقعد في المستشفى من 73 لحد دلوقتي، هل ده يرضي حد؟ عندنا في الامراض النفسيه في ناس بتخف 100%، في ناس بتخف بس بيبقى في اعراض، حاجه بنسميها بيبقى في نيجاتيف سيمتومز او اعراض سلبيه، يعني بيخفوا كل حاجه بس لسه بيبقى في حاجات بسيطه. انا بكلمك باللغه الدارجه عشان الناس، عشان المستمعين يفهموني. في ناس بتخف 100، يعني في امراض بيخفوا 100%، وفي امراض بيخفوا اللي هي الاكتيف سيمتومز او الاعراض النشطه اللي المرض بتستقر بس بيبقى في بقايا، وفي ناس بنسميها ريزيستنس، يعني ناس بتقاوم العلاج فما بتخفش قوي. ايا كان، سواء العيان ده خف 100% او خف بالاعراض النشطه بس الاعراض السلبيه ما زالت موجوده، او ما خفش، المستشفى ليست مكان اقامه دائم. يعني الاهل ما كانوش عايزين ياخدوا ابوهم او اخوهم فسايبينه هنا في المستشفى، يعني مش عايز اقول رامينه. وخلي بالك بقى، انا هتكلم معاك بمنتهى الامانه، وانا بتكلم في زيارات مش بيزوره، هو اهله رفضوه خلاص، هما دي ريجكتس، هما مش متقبلينه. ده في حالات بتبقى اهلها موجوده واحنا بنكلمهم ونبعت لهم جوابات ونقابلهم ونقول لهم باباك بقى كويس او اخوك بقى كويس، تعالى خد، يقول لك انا مش عايز اخده. انا بقى هتكلم معاك بمنتهى الامانه، وانا بتكلم دلوقتي على الميديا، انا القانون اللي انا لسه كنا بنتكلم عليه، قانون 71/2009 اداني الحق قانونا ان العيان لما يستقر ان انا اخرجه بصحبه نفسه. بس انت عارف انا ما بعملش كده ليه؟ لان انا لو بتكلم مهنيا وبروفيشنالي العيان ممكن اخرجه، بس كبني ادم هخرجه يعمل فين؟ يعمل ايه؟ اللي هيحصل هيقعد في الشارع، وهيقعد على الرصيف، وهيقعد تحت الكوبري، ومش هيلاقي حاجه ياكلها ولا هيلاقي حد. فانا الناس دي انا مش عارف اصيغها ازاي، بس عشان انا مش عايز اتحاسب قانونا، انا ما بطبقش القانون بحذافيره والله خوفا عليهم، مع ان وجوده بيعمل لي انا ضغط. ليه؟ لان انا عندي السراير فول اوكيبايد، انا عندي نسبه اشغال عاليه جدا في المستشفى، ما فيش سراير فاضيه، ده في حالات محتاجه تخش وبنجد صعوده في ان انا اوفر لها سرير، المفروض ان انا العيان ده يخرج عشان اقدر اوفر سرير للعيان اللي عايز يدخل. ما هي الدايره اصل هو يعني هي عدد معين من الاسرار، فده لازم يخرج عشان اعرف ادخل حد تاني، لو ده ما خرجش مش عارف ادخل، فبتبقى دي الازمه اللي بتقابلني. بس واحد زي ده اهله رافضينه ومش متقبلينه وسايبينه بقاله 10 سنين او 15 سنه، هخرجه فين؟ علشان كده انا بستغل المنبر بتاعكم وبطلب ان يتم وزاره التضامن الاجتماعي، ناس محترمه جدا ومتعاونين معانا، بس انا بطلب منهم زياده التفعيل ده. دور المستشفى، المستشفى ليست دار ايواء. انا العيان بيخش لي وهو عيان، مسؤوليتي قدام ربنا او دوري قدام ربنا لو اسال عنه ان العيان ده يتعالج ويخف وحالته تستقر. وانس انه استقر، اول ما يستقر وحالته تبقى كويسه المفروض يخرج. طيب العيان ده ملوش اهل او ملوش بيئه مجتمعيه تحتويه او تحيطه، المفروض يجي هنا دور التضامن. التضامن المفروض تعمل دور للناس اللي زي ديت، بحيث ان هو خلاص يعني عيان بيبقى عندي لما بيستقر المفروض يروح للتضامن. فلما عملنا الاجراءات الاحترازيه دلوقتي العدد عندنا وصل ل 1400 سرير. قبل كورونا احنا كنا نتجاوز ال 2800 سرير. انا بستغل المنبر بتاعكم، انا نفسي ان المجتمع بتاعنا يبقى اكثر رحمه بالمرضى النفسيين. المجتمع بتاعنا بيبص للمريض النفسي ان هو كيان او كم مرفوض وملفوظ، وده مش قدام ربنا، يعني ده بني ادم ربنا ابتلاه ان عقله مش متوازن، فما ينفعش نبقى احنا كمان احنا والزمن عليه. فدي رسالتي للمجتمع، ان هو يبقى اكثر تقبل واكثر رحمه بالمريض النفسي. الحاجه الثانيه، ان انا نفسي ان الاسر اللي هي متنصله شويه من مسؤوليتها تجاه ابنائها، اتمنى انها تعيد حساباتها، بس لما تقف قدام ربنا ويحاسبه يقولوا باباك اللي انت سبته في المستشفى او اخوك او ابنك ده، نفسي ان هو يتغير.